اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وحدة مفرش دايرة، شكلها جميلة وجديدة وطريقتها سهلة، وهنتعلم ازاي نشبكها في بعض. هنعمل عقدة البداية وهنشتغل 10 سلسلة، هشتغل منزلقة في أول غرزة سلسلة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهزود عليهم كمان 3 سلسلة فراغ. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الدايرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، هشتغل 3 سلسلة فراغ وهلف الخيط على الإبرة وهشتغل جوه برضو الحلقة 3 غرزة عمود بلفة. كده اتكون معايا تاني فراغ، هشتغل كمان 3 سلسلة وهلف وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده تالت فراغ، هشتغل 3 سلسلة وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وهشتغل 3 سلسلة وهشتغل برضو جوه الدايرة غرزة عمود بلفة، هشتغل 3 سلسلة وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، هشتغل 3 سلسلة وهدخل جوه الدايرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده تكون معايا فراغ 2 3 4 5 6 7، هعمل اخر فراغ هشتغل 3 سلسلة واروح عند سلاسل الارتفاع اللي كنت عملتها، هعد سلسلة 2 وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، كده خلصنا الراوند الاولاني وتكون معانا 8 فراغات. هنتقل للراوند اللي بعد كده وهرتفع 8 سلسلة، 3 4 5 6 7 8، واروح في غرزة العمود بلفة، هنا هشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 6 سلسلة واروح برضو لغرزة العمود بلفة وهشتغل فوقيها غرزة حشو، وهشتغل كمان 6 سلسلة واروح فوق غرزة العمود بلفة وهشتغل فيها غرزة حشو وارتفع 6 سلسلة، هروح فوق غرزة العمود بلفة وهشتغل فوقيها غرزة حشو وهشتغل 6 سلسلة وهشتغل فوق غرزة العمود بلفة غرزة حشو وهشتغل 6 سلسلة، وهشتغل فوق غرزة العمود بلفة غرزة حشو وهشتغل 6 سلسلة، واروح عند غرزة العمود بلفة وهشتغل فوقيها غرزة حشو، اخر حاجة هشتغل 6 سلسلة وهروح عند هنا. انا كنت عاملة هنا 8 سلاسل، هعدي سلسلة وهدخل في السلسلة التانية وهشتغل فيها غرزة منزلقة، هنتقل للراوند اللي بعد كده، هدخل في اول فراغ ده وهشتغل فيه غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، هدخل في نفس الفراغ وهشتغل فيه كمان 5 غرزة عمود بلفة عادية، كده 1
نفس المكان هدخل واعمل كمان واحد، في نفس المكان هدخل واعمل كمان واحد، في نفس المكان هدخل واعمل كمان واحد، في نفس المكان هدخل واعمل كمان واحد، وكده 5. مع 3 سلاسل الارتفاع يكونوا 6. بعد كده هعمل 2 سلسلة فراغ، وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طول، وهشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6، وهشتغل سلسلتين فراغ، وهروح لفراغ الستة سلسلة اللي بعديه على طول، وهشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6، وهشتغل سلسلتين فراغ، وهكمل بنفس الطريقة اللي انا اخر الدور، ان انا بشتغل في كل فراغ 6 غرزة عمود بلفة بينهم سلسلتين. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور وارجع لك تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وهشتغل سلسلتين فراغ، وهعد سلسلة 2، وهدخل في السلسلة الثالثة، وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هنتقل للراوند اللي بعد كده، هشتغل 3 سلسلة، واروح للغرزة اللي بعديها على طول، وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، ما عدا الغرزة الأخيرة هي اللي هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. كده وصلت للغرزة الأخيرة في الأعمدة اللي هنا، وهشتغل في اشتغلت فيها غرزة، هدخل في نفس المكان واشتغل فيها كمان غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة فراغ، بنتقل للأعمدة اللي بعديها، بشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، ما عدا العمود الأخير هو اللي بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة. كده 2 كده 3 كده 4 كده 5، العمود السادس بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة فراغ، وبنتقل للستة أعمدة اللي بعديهم على طول، بشتغل في 5 أعمدة كل غرزة غرزة عمود بلفة، ما عدا العمود الأخير هو اللي بدخل فيه وبشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة. كده 1، العمود اللي بعديه 1، واللي بعديه غرزة 1، واللي بعديه غرزة 1، واللي بعديه غرزة 1، وصلنا للعمود الأخير وهشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة. كده 1، في نفس المكان بدخل واعمل كمان غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبفضل ماشية بنفس الطريقة، ان انا بشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، ما عدا العمود الاخير بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة، وبعمل 3 سلسلة فراغ بين الاعمدة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وارتفعت 3 سلسلة، وهعد سلسلة 2، وهدخل في السلسلة الثالثة، وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهروح برضو للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة منزلقة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة منزلقة، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 6 سلسلة، 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة، 3 سلاسل فراغ،
وهلف الخيط على الإبرة، وفي نفس المكان هدخل واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، هروح عند فراغ ال3 سلسلة اللي بعديها على طول وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة. هشتغل كمان 3 سلسلة نفس المكان، هدخل واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهعد، هسيب عمود 2 3 وهدخل في العمود الرابع وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة. هشتغل 3 سلسلة في نفس المكان اللي عملت فيه العمود بلفة، هدخل وهشتغل كمان غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهروح لفراغ ال3 سلسلة وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بارتفاع 3 سلسلة نفس الفراغ برضو بدخل واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبسيب عمود 2 3 وبدخل في العمود الرابع وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة. وبشتغل 3 سلسلة وبدخل في نفس المكان وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة. وبفضل مكملة بنفس الطريقة ان انا بشتغل 3 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبروح عند الفراغ وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بشتغل 3 سلسلة في نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة عمود بلفة. وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبسيب غرزة 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وبشتغل 3 سلسلة نفس الفراغ بدخل واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. وبفضل مكملة بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. بعد كده ارتفعت 3 سلسلة وهعد 2 سلسلة وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هشتغل 9 سلسلة 1 2 3 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة وهشتغل 6 سلاسل. هدخل في تالت غرزة سلسلة وهشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده برضو هشتغل 6 سلسلة وهروح عند تالت في برضو في نفس المكان في الحلقة وهشتغل غرزة منزلقة. وبشتغل 6 سلسلة برضو في نفس الحلقة اللي هي ال3 سلسلة بدخل واشتغل غرزة منزلقة. بعد كده بلف الخيط على الإبرة في نفس المكان بشتغل فيه غرزة عمود بلفة. لا، احنا الأول بنشتغل غرزة منزلقة قبل ما نرتفع 9 سلسلة. بعد ما قفلنا بمنزلقة في 3 سلسلة هدخل في الفراغ واشتغل فيه غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 9 سلسلة وهدخل في 3 سلسلة وهشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده برتفع 6 سلسلة
بدخل في نفس الحلقة وبشتغل فيها غرزة منزلقة وبرتفع 6 سلسلة. في نفس الحلقة بدخل وبشتغل فيها غرزة منزلقة وبلف الخيط على الإبرة، وفي نفس المكان بدخل واشتغل غرزة عمود بلفة. نشتغل غرزة بيكو، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديها وهشتغل فيه غرزة حشو. هشتغل 3 سلسلة واروح هنا عند الفراغ الفي ده وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة وهعيد غرزة البيكو وهرتفع 6 سلسلة. هدخل في الفتلة بتاعة العمود وهشتغل فيها غرزة منزلقة وبرضو هرتفع 6 سلسلة. وهدخل في نفس الفتلة واشتغل فيرتو فيها غرزة منزلقة وهرتفع 6 سلسلة. هدخل في نفس الفتلة واشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هدخل في نفس المكان وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة اللي هو الفراغ الفي ده، بعد كده هرتفع 3 سلسلة. هنتقل للفراغ اللي هو اللي بعديه على طول وهشتغل فيه غرزة حشو وهشتغل 3 سلسلة واروح للفي دي وهشتغل برضو فيها بنفس الطريقة غرزة عمود بلفة وهشتغل 6 سلسلة. بعد كده بشتغل 6 سلسلة، بدخل في الفتلة بتاعة العمود بشتغل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 6 سلسلة وبروح في الفتلة برضو بشتغل فيها غرزة منزلقة وبشتغل 6 سلسلة، وبنتقل بروح للفتلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفي اللي هي الغرزة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح عند الفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو وبرتفع 3 سلسلة. وبكرر نفس الطريقة ان انا بشتغل في كل فيزا اللي هي دي غرزة بيكو، وفي الفراغ ده بشتغل فيه غرزة حشو وبينهم 3 سلسلة نفس اللي هنا بالظبط. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور واقفل بمنزلقة وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصنا الوحدة دي عملت واحدة بالظبط زيها بالظبط بس من غير اخر سطر عشان هشبكهم في بعض. هروح عند الفراغ ده واشتغل فيه غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة زي ما كنت بعمل في الراوند الأخير هنا، وهزود عليهم 6 سلسلة. هدخل في الغرزة الثالثة غرزة السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 6 سلسلة. هشتغل 3 1 2 3 واروح هنا في الوحدة دي هشبك في 3 بتلات. انا عندي هنا 3 وحدات، هدخل في الوحدة اللي في النص هسحب الخيط ارتفعت 3، هشتغل عليهم كمان 3 سلسلة عشان يبقوا معايا 6، واروح هنا في نفس الغرزة اللي هي تالت غرزة سلسلة وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هشتغل 6 سلسلة
بدخل في نفس المكان وبرضو بشتغل فيه غرزة منزلقة. كده شبكت في اول بتلة بالشكل ده. كده هكمل شغل عادي بقى، هلف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، هروح عند الفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو وهشتغل 3 سلسلة، وهروح هنا عند الفراغ ده هشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده بشتغل 6 سلسلة، بروح في الفتلة دي اللي هي بتاعت غرزة العمود بلفة في فتلة واحدة، بدخل فيها وبشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، هروح في الوحدة اللي بعديها هدخل فيها في الفتلة في الوحدة اللي في النص. هنا عندي 3 فراغات، هدخل في الفراغ اللي في النص وبسحب الخيط وهكمل كمان 3 سلسلة عشان يبقى معايا 6 غرزة سلسلة. وبدخل في نفس الفتلة اللي هي بتاعت غرزة العمود بلفة بشتغل غرزة منزلقة، بشتغل 6 سلسلة، وبدخل في نفس الفراغ وبشتغل فيه غرزة منزلقة، وبلف الخيط على الإبرة وبشتغل غرزة عمود في لفة في نفس الفراغ. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو وبشتغل 3 سلسلة، وبروح في الفراغ اللي بعديه وبشتغل غرزة عمود بلفة. برتفع 6 سلسلة بشتغل برضو في الفتلة بتاعت غرزة العمود بلفة بشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع 3 سلسلة هشتغل 3 سلسلة تاني عشان الخيط يتلعبك. 1 2 3، واروح هنا في الوحدة دي في الوحدة اللي في النص بدخل فيها وبسحب الخيط، بكمل على 3 سلسلة كمان 3 سلسلة علشان يبقوا معايا 6. وبدخل في نفس المكان وبشتغل فيه غرزة منزلقة. بعد كده بشتغل 6 سلسلة وبدخل برضو في نفس الفتلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة، بلف الخيط على الإبرة بشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبروح في الفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة، وبشتغل 6 سلسلة، وبروح عند الفتلة بتاعت غرزة العمود بلفة بشتغل فيها غرزة منزلقة وبشتغل 6 سلسلة، وبشتغل في نفس الفتلة غرزة برضو منزلقة وبرتفع 6 سلسلة، وبدخل في نفس الفتلة وبشتغل غرزة منزلقة وبلف الخيط على الإبرة، وبدخل في نفس الفراغ وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة، وبكمل شغل عادي. أنا كده شبكت في الـ3 وحدات اللي أنا عايزة أشبك فيهم.
تكون معايا بالشكل ده كده، بكمل بقى شغل عادي زي ما كملت الراوند ده، بكمل شغل عادي لحد ما اوصل لنهاية الدور، هكمل عادي نفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها الراوند الاخير هنا، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وبعد كده ارتفعت 3 سلسلة، هذه سلسلة 2، وادخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة اللي هو الفراغ اللي انا كنت بشتغل فيه، وهقص الخيط الزيادة. دخل الخيط الزيادة ده طبعا في الشغل من ورا، يبقى احنا هنا بنشبك في 3 بتلات، لما بنشبك الوحدة الجديدة هنشبكها هنا 1 2 3، وهنسيب بتلة في النص هنا وبتلة في النص هنا، يعني انا هشبك البتلة الجديدة في الوحدة دي والوحدة دي والوحدة دي، وهسيب وحدة هشبكها بنفس الطريقة اللي انا شبكت بيها دي، وهشبك كمان واحدة علشان هوريكو هعمل ايه في النص، نفس الطريقة كده هشبكها وارجع اوريكو هنشتغل ايه في النص. ورجعت لكم تاني وشبكت 4 وحدات في بعض، احنا كنا شبكنا الوحدة دي احنا بنشبك في 3 بتلات زي ما احنا اتعودنا نشبك، شبكت دي وشبكت دي، وبعد كده سبت هنا بتلة وهنا بتلة وهنا بتلة وهنا بتلة عشان هعمل شكل في النص، احنا هنشبك في النص في دي وده ودي والفراغ ده وهنا 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 في 8 فراغات. هشتغل الدايرة السحرية، بعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل جوه الدايرة دي 16 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 كده 14 15، يبقى كده اشتغلت 16 غرزة حشو. وهروح هنا عند اول غرزة حشو اشتغلتها وهعمل فيها غرزة منزلقة، هنبتدي دلوقتي نشبك. المفروض هرتفع 10 سلسلة، هرتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، وهنا هروح عند البتلة اللي في النص، انا عندي هنا 3 بتلات في الوحدة، هدخل في البتلة اللي في النص وهسحب الخيط، انا اشتغلت 5 سلسلة هشتغل عليهم كمان 5، 1 2 3 4 5، وهسيب غرزة وهروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة حشو، بعد كده انا المفروض هشبك هنا في اللي هي الوحدة دي اللي في النص، هرتفع هنا 8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8، وهسحب الإبرة واروح هنا وادخل في نص الغرز، وهسحب السلاسل
نشتغل 8، هشتغل عليهم كمان 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى اجمالي السلاسل هنا 17 غرزة سلسلة. وهنزل تحت وهسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو. تكون معانا بالشكل ده كده. دلوقتي هروح اشبك في البتله اللي في النص هنا، هرتفع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، واروح عند البتله اللي في النص واسحب الخيط، بشتغل عليهم كمان 5 سلسلة، يبقوا 10. 1 2 3 4 5، واروح هنا تحت واسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو. تكون معايا بالشكل ده كده. هشبك هنا اشتغل 8 سلسلة. 3 4 5 6 7 8، واروح هنا عند في النص وادخل بينهم في النص واسحب الخيط واشتغل عليهم 9 سلسلة. 1 2، ركب تاني وهشتغل تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنزل عند الدايرة اللي انا عملتها وهسيب غرزة وهدخل في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة حشو. تكون معايا بالشكل ده كده. دلوقتي هشتغل في البتلة دي اللي في النص وهشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، واسحب الخيط، هروح عند البتلة اللي في النص وهدخل فيها واسحب الخيط وهكمل عليهم كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، وهسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 8 سلسلة. واروح هنا عند الواحدة اللي في النص وادخل فيها كده واسحب الخيط اشتغل على 8 سلسلة كمان 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 سلسلة. واروح هنا عند البتلة وبسحب الخيط وبشتغل عليها كمان 5 سلسلة. 4 5، وبسيب غرزة وبدخل في اللي بعديها بشتغل فيها غرزة غرزة حشو. وبعد كده هشتغل 8 سلسلة.
واروح هنا عند اخر فراغ في النص اللي هو ده، وهدخل فيه واسحب الخيط واكمل عليهم 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهيجي هنا هيبقى معايا غرزة. هروح للغرزة اللي بعديها اللي هي اللي انا ارتفعت منها. اول حاجة ارتفعت منها 5 سلسلة وهشتغل فيها غرزة منزلقة في نفس الغرزة. بعد كده برتفع وبقص الخيط طبعا، بدخل الخيط الزيادة ده في الشغل من ورا من تحت. كونت معايا بالشكل ده كده واحدة في النص، وبنفضل بقى ماشيين بنرتفع في المفرش الوحدات اللي احنا عاوزينها، وبنشبك بنفس الطريقة، وبين كل 4 بتلات بنشتغل الواحدة اللي في النص دي تدي شكل جميل. يكون معانا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.